بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين متابعينا الكرام. متابعين هذه الانطلاقات من هنا من ميدان الشيحانية، من هنا من ميدان التحدي، ضمن هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق الشوط السادس عشر الذي خصص لسن الإذاعة القعدان، المسافة 6 كيلومترات، مقررة هنا من اللجنة المنظمة لهذا الميدان. وسيارة تويوتا كروزر بيك اب خصصت للفائز الأول، وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى المركز العاشر. إذن هكذا هي الانطلاقات وهكذا هي التحديات هنا في هذا الميدان. أبدأ مع المركز الأول، ومن يحتل المركز الأول عديم، عديم من يتقدم، ويتقدم طالب بن حمد بن هليل المري في هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني ويتواجد متابعينا الكرام في هذا الانطلاق مياس مع المركز الثاني، ومحمد بن نابت بن محمد بن خيلة يتواجد مع المركز الثاني. ثالث التحديات ومن ينطلق في هذه اللحظات شاهين وسعيد بن عبيد بن محمد الحميري. رابع التحديات والواصل والمنطلق في هذه اللحظات شاهين وعامر بن حمد بن عفصان المنصوري يتواجد في هذا الانطلاق، بينما المركز الخامس وينطلق في هذه اللحظات هنالك مياس ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي صعب المضمرين، ينطلق في هذا الانطلاق والتحدي والمنافسة. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، ومنها نتحول مباشرة إلى عديم. عديم يتقدم هذه الأسماء وينطلق هنالك بشعار طالب بن حمد بن هليل المري، يقدم لنا عديم مع المركز الأول. المركز الثاني والانطلاقة في هذه الانطلاقة مياس يتواجد مع المركز الثاني ومحمد بن نابت بن محمد بن خيلة، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات والقدوم هنالك من القادم مع المركز الثالث من الجانب الثاني، وشاهين يتواجد مع المركز الثالث، وسعيد بن عبيد بن محمد الحميري مع المركز الثالث. رابع التحديات والمنطلق شاهين وعامر بن حمد بن عصفان بن عفصان المنصور ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الرابع. خامس التحديات متابعينا الكرام، ومن يتسلل هنالك مع المركز الخامس مياس ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي صعب المضمرين. الله 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 الله، هذه الخمسة المراكز المنطلقة، خمسة نجوم وخمسة متسابقين على خماسية الصدارة. هذه الجعدان مشاهدينا الكرام بنوك المستقبل، بنوك الانتاج، تنطلق في هذا الانطلاق والتحدي. عديم مع المركز الاول، عديم يتقدم هذه الاسماء وينطلق هنالك بشعار طالب بن حمد بن هليل المري، يقدم لنا عديم مع المركز الاول. المركز الثاني والمنطلق في هذه اللحظات والمنطلق مع المركز الثاني مياس، مياس مع المركز الثاني ومحمد بن نابت بن محمد بن خيلة يتواجد مع المركز الثاني. ثالثا وهنالك من الجانب الثاني ملفي، ملفي لفى مع المركز الثالث وانطلق بشعار عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي الضيف القادم من السلطنة ليشارك في هذا المهرجان وفي هذا الاحتفال التراثي الكبير. الله الله الله، المركز الرابع القادم مع المركز الرابع شاهين وسعيد بن عبيد بن محمد الحميري مع المركز الرابع. خامس التحديات ينطلق هنالك مشاهدينا الكرام، ويتسلل في هذه اللحظات مياس وسهيل بن محمد بن حب العامري يتسلل شعاره مع المركز الرابع. خامسا يتواجد في هذه اللحظات شاهين وسعيد بن عبيد بن محمد الحميري. هذه النتيجه للمره الثالثه مشاهدينا الكرام، والعوده مع عديم. عديم لا زال مع المركز الاول، لا زال على القياده والسياده منذ بدايه الانطلاقه وحتى هذه اللحظات. طالب بن حمد بن هليل المري يقدم لنا عديم مع المركز الاول.
المركز الثاني والمتابع لهذه الانطلاقة مع المركز الثاني متابعين الكرام، متابعين قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الانطلاقات وقناة دبي ريسينج الناقلة أيضا وقناة الواحد الفضائية والدوري والكاس الناقلات لهذا الكرنفال الناقلات لهذا المهرجان الكبير. هنا نسير مع المركز الثالث والوصول هنا مع المركز الثالث الواصل بهذه اللحظات مياس، مياس يصل مع المركز الثالث ليتقدم شعار سهيل بن محمد بن حب العامري، يتقدم شعاره مع ثالث التحديات رابع المراكز مشاهدينا الكرام، والقادم مع رابع المراكز هنالك هملول، يا هملول يا هملول يحمل لنا كرتون ساري المفعول الى الناموس الى الناموس ونهاية مع الوصول. هملول وعلي بن سلطان بن علي الكتبي يقدم لنا هملول مع المركز الرابع خامس التحديات الواصل في هذه اللحظات مياس ومحمد بن نابت بن محمد بن خيلة العامري. الله الله الله، أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول. بدت حرارة الشوط بالارتفاع، بدت حرارة الشوط بالارتفاع، وهنالك المركز الأول الذي غير في هذه اللحظات ملفي لفى إلى الناموس لفى إلى الصدارة، وهنالك عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي الضيف القادم ليشارك في هذا الحدث الهام. هنالك ملفي 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 ومن الجانب الثاني ما شاء الله مياس من يتقدم مع المركز الثاني حاملا هذه الامال حاملا هذه الطموحات مع المركز الثاني شعار بالحب. هنالك مع المركز الثاني ثالث التحديات متابعينا الكرام، وعديم عديم عديم لا زال يقارع لا زال يصارع. هنالك طالب بن حمد بن هليل المري. الله الله الله، بدت الاسماء بدت الاسماء بالانطلاق، بدت الشعارات تتبادل فيما بينها، بدت الشعارات تنطلق وتندفع في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي والمنافسه الحقيقيه التي تدور هنا في ميدان التحدي. اعود مع البدايه متابعينا الكرام، اعود مع الصداره، وهناك ما زال أعود مع البداية الأولى، أعود مع صدارة الشوط. الله الله الله، هملول 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 غير في هذه اللحظات وانطلق إلى المركز الأول، وعلي بن سلطان بن علي الكتبي يقيد في هذه اللحظات إلى المركز الأول. المركز الثاني هنالك مياس وسهيل بن محمد بن حب العامري. المركز الثالث الواصل في هذه اللحظات متابعينا الكرام يصل هنالك بشار وسعيد بن خليفه بن رشيد السويدي، الشعار الذي عرف منصات التتويج وعرف منصات الذهب ينطلق مع المركز الثالث رابع التحديات متابعينا الكرام، ويتواجد شاهين وسعيد بن عبيد بن محمد الحميري خامس المراكز متابعينا الكرام. من يقيد في هذه اللحظات الى المركز الرابع؟ الله مزاح مزاح وفهد بن علي بن سند المهندي. المركز الخامس يتواجد شاهين وسعيد بن عبيد بن محمد الحميري. اعود مع 600 متر الاخيره، ال 600 متر النهائيه. الله 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 الله، لا زال متابعينا الكرام لا زال مع الصداره هملول، هملول مع القياده مع السياده متابعينا الكرام، ولكن من القادم من القادم في هذه اللحظات؟ مزاح 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 غادم مع المركز الثاني، مزاح مازح مزاح ما شاء الله وتبارك الرحمن مع مع 300 متر الاخيره النهائيه. الله 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 الله، مزاح 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 ينتزع الصداره ينتزع المركز الاول، وفهد بن علي بن سند المهندي. تهانينا تهانينا والناموس تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سلام الى اهالي الشحانيه، سلام تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل متابعينا الكرام هملول علي بن سلطان بن علي الكتبي المركز الثالث، وصل مع المركز الثالث هنالك متابعينا مياس سهيل بن محمد الحب العالمي المركز الرابع. المركز الرابع وصل متابعينا الكرام بشار سعيد بن خليفه رشيد السويدي المركز الخامس.
28 وصل قطعان عبد الله بن ناصر بن حمود الشافي الهاجري. هكذا كان الشوط، هكذا كانت المنافسة متابعينا الكرام. أعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول مزاح غاطي عن 6 كيلومترات بزمن وقدره 9 دقائق 9 ثواني 46 جزءا من الثانية، بينما المركز الثاني وصل متابعينا الكرام هملول غاطي عن المسافة 9 دقائق 10 ثواني 66 جزءا من الثانية، وعلي بن سلطان بن رشيد الاكتبي المركز الثالث. المركز الثالث وصل متابعينا الكرام هنالك مياس وسهيل بن محمد بالحب العامري غاطي عن 9 دقائق 11 ثانية و48 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الشوط.